زاوية الكتب. مع مضيفكم إسماعيل الناظر. قال أحمد محرم: قالوا حرمت، فقلت تلك جهالة، حسب الذي شرع السبيل وسدد، عظم الجزاء فما له من دونه أحد، وليس لغيره أن يحمد. الله وكلني بنصرة دينه، وكفى بربي ناصرا ومؤيدا. دين الأولى جعلوا الجهاد سبيلهم، وأبوا لغير إلههم أن يعبدا، منعوا محارمه وصانوا حوضه بالمرهفات، فما أعز وأمجدا إني عملت، فليس بضائع حقي وليس بضائري أن يجحد. زاوية الكتب. إسماعيل الناظر. قدمت لكم محطة تلفزيون القناة 213 حلقة أخرى في برنامج زاوية الكتب. إخراج عيسى الجودر، تقديم الأستاذ إسماعيل الناظر، قام بالتصوير سعد محمد وناصر محمد القحطاني، الرؤية علي حسن شهاب، الصوت عبد الله صالح، سجل البرنامج عيسى جاسم. أيها السادة، أسعد الله مساءكم ومرحبا بكم. في الخامس من شهر محرم ولد في القاهرة، ومن عائلة مصرية شركسية، ولحسن أفندي عبد الله ولد غلام سماه أبوه أحمد، وسماه محرم لأنه ولد في ذلك الشهر، كما سمى أخا لأحمد أكبر منه سماه محمود صفر لأنه ولد في صفر. وكان الأب موفور المال، وانتقل إلى إقليم البحيرة يشرف على المزارع، فأعجب الغلام بجمال الطبيعة هناك. وكان حسن أفندي والد أحمد محرم كان يحب الأدب وأهله، ويعنى بأحمد فيعين له معلما خاصا، ثم يرسله إلى مدرسة في القاهرة. ولقي أحمد في الدراسة ما لقيه حافظ إبراهيم كما رأينا، فما في المدرسة آنذاك ما يروي غليل الأديب الناشئ الشاعر، وينقله أبوه إلى مدرسة أخرى فلا يجدي ذلك نفعا، فيعيده أبوه إلى بلده ويعين له أساتذة خصوصيين يفقهونه في اللغة والأدب العربيين. وقدر لأحمد محرم أن يعاصر الأحداث التي شهدها الربع الأخير من القرن التاسع عشر القرن الماضي والنصف الأول من هذا القرن العشرين، أي حتى 13 يونيو عام 1945، وأن يقف حياته على الدفاع عن العروبة والإسلام والفضيلة والعلم، وأن يتحف التراث العربي بالديوان ديوان أحمد محرم الذي أصدر جزءه الأول في عام 1908، وأصدر جزءه الثاني في عام 1920، وقد وضع أحمد محرم كذلك ديوان مجد الإسلام المخطوط من 4 أجزاء وما يروي عن
5000 بيت من الشعر الرصين، وهي تصور سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك عدا عن قصائد متفرقة ومقالات أدبية واجتماعية وسياسية في الصحف العربية المختلفة. وقد تمكن أحمد محرم من ذلك كله لأنه عاش عفيف النفس صلب القناة، كما قال في هذه السينية، قال أحمد محرم: صرفت رجائي عن مطالب جمة، وليس الذي يرجو المحال بكيسي، وعفت الدنايا فاحتفظت بمنصبي، وأبقيت عرضي طاهرا لم يدنسي. سجية حر النفس لا متعرض لعوراء يبغيها ولا متمرسي، وما فاتني غنم إذا عف مطمعي وعري من سوء الأحاديث ملبسي. إذا ضرم اللؤم الوجوه فشانها بقيت ووجهي وافر لم يضرسي. لقد عجمتني الحادثات فلم يلن مجسي على بؤس الحياة وملمسي، أخوض الخطوب السود غير منكب وألقى المنايا الحمر غير معبس. هذا ما صور أحمد محرم به نفسه. ولقد حارب أحمد محرم، حارب عيوب المجتمع، ومن هذه العيوب القمار، وقال مما قال يذم القمار والبيوت التي يقام فيها. يقول: عمت غوائلها فهل من عاصم، وعلت معاقدها فهل من هادم، يجني على الشرف الرفيع بناتها، بئست بناية كل جان آثم، خمر تجور على العقول، وميسر يدع الفتي يعض كف النادم. السيد المرجو أصبح بائسا يرجو عواطف كل بر راحم، قد كان ذا خدم تطوف ببابه فمضى يطوف به مطاف الخادم. هكذا حارب أحمد محرم القمار. ولقد نهى أحمد محرم عن أكل مال اليتيم، تلك الخيانة العظيمة، وقال: يا أمين الله، في النفس التي شفها اليتم فذابت ألما، ذئب قفر أنت، أم أنت امرئ يتقي الله ويرعى الحرما، تأكل المال الذي استرعاكه غافل عن شأنه ما علما، تأخذ الدينار إن أوليته جانب الرفق وتعطي الدرهم، شفه من سوء عيش وأذى، ما برى اللحم وهد الأعظم، نال منه الضر حتى لو مشى بين جنبي نائم ما حلم. هكذا يصور أحمد محرم، وهكذا ينهى عن أكل مال اليتيم. حمل أحمد محرم كذلك، حمل على الرشوة هذا الداء اللعين، وقال: يد فقدت طهارتها، ونفس أبت إلا الخبائث فهي رجس، وعقل واهن الأركان واهن به من طائف الأهواء مس، لك الويلات من جان تردى وأسلمه ضمير ما يحس. قتلت برشوة حقا ضعيفا له من إثمها كفن ورمس، شربت بها دما وأكلت نارا يراع لهولها جن وإنس، حملت يدا كأن بها جذاما فليس بمستحب منك لمس، لئن أهلكت نفسك في خسيس لقد أودى بك الخلق الأخس. حقوق الناس
حقوق الناس منسك كل حر، لها من دينه حرم وقدس. فإن عصفت وما هذه المناصب، وما هذه المناصب في ذويها سوى سفن على الأخلاق ترسو. فإن عصفت بها الأهواء يوما هوى هوت غرقا، وما بالأمر لبسو. هكذا يصور أحمد محرم بهذه الأبيات التي اخترناها داء الرشوة اللعين وما تجره من مآسي ومن أكل لحقوق الناس. لقد نادى نادى أحمد محرم بالعلم وأجل محرم المعلم، وقال: ولو أن اتخذنا الحق دينا جعلنا للمعلم ما يشاء، أمن يبني لدنيا نبتغيها ومن يبني لنا الدنيا سواء، أرى لمعلم الأمي فضلا على الأقران ليس به خفاء، به صلح الموات ومن جناه توالى الزرع واتصل النماء، وما من أمة في الأرض إلا أساس حياتها ألف وباء، إذا وهن الأساس وأنت تبني فلا تعجب إذا سقط البناء. نريد معلما يأتي بجيل يكون له التفوق والعلاء، ونأبى أن تكون له حياة يرف اليسر فيها والرخاء، وما ولي امرؤ في الناس أمرا فأحسنه إذا ساء الجزاء، وما ولي امرئ في الناس أمرا فأحسنه إذا ساء الجزاء. نادى أحمد محرم كذلك، نادى بتعليم المرأة، لأن المرأة في رأيه هي أم للأمة. ويقول أحمد محرم: لا تيأسوا وأعدوا الأمة صالحة فهي السبيل إلى إصلاح ما فسد. الأم للشعب إما رحمة وهدى أو نكبة ما لها من دافع أبدا. لا يذهب الشعب في أخلاقه سببا، والأم تذهب في أخلاقها في أخلاقه صعدا. لن ينفع العلم والأخلاق فاسدة، والنفس جامحة لا تتبع الرشدا. وجاهل ظن أن العلم مفسدة للبنت، فانتقص التعليم وانتقد مهلا، فرب فتاة أهلكت أسرا بجهلها وعجوز أفسدت بلدا. عملت رأيي في معنى الحياة لمن يبني الحياة، فكان البنت والولد هذا يصان بتدبير ومعرفة، وذا يعد لإصلاح البلاد غدا. هذا ما يقوله أحمد محرم في تعليم المرأة ووجوب تعليمها. ولقد كرس محرم نفسه بالدفاع عن التراث العربي الإسلامي، وكان يسعى دائما لإحيائه، كما يقول في هذه الدالية أو هذه الأبيات من هذه الدالية. يقول محرم: أرى كل ميراث جليل محببا، ولا مثل ميراث النبي محمد، فذلك كنز الدهر، من يك جاهلا فعندك علم العبقري المسدد. أقم من بناء الله كل مهدم، إذا القوم هدوا كل عالم ممرد. ألست ترى القوم الذين تألبوا على دينه من خارجي وملحد؟ أرى أمة تأبى على كل مصلح، وتلقي بأيديها إلى كل مفسد. أعدها إلى الإسلام إن كنت تبتغي لها الرشد، واصرفها عن الغي والدد. أعدها إلى الإسلام
إن كنت تبتغي لها الرشد واصرفها عن الغي والدليل. ويذكر محرم ولا يفوته أبدا أن يذكر مجد العرب وأن يذكر العرب بكتاب الله، ويقول: يا قومنا هل تعرفون كتابكم أم ليس فيكم مؤمن يتذكر عذرا؟ فقد عظم البلاء فهاجني حتى لأحسب مهجتي تتفجر، وكأن في كبدي وبين جوانحي نارا مؤججة تجيش وتهدر، إن يجهلوه فإنه السر الذي يحمي النفوس إذا تموت وتقبر، وهو الحمى المأمول يعصمنا إذا جرت الأمور بما نخاف ونحذر. ماذا نخاف وكل حرف معقل، ولمن ندين وكل سطر عسكر، هو قوة الإسلام ما من قوة ترمى بها إلا ترد وتقهر. هكذا يدافع أحمد محرم عن الإسلام ويذكر العرب بكتاب الله. ولقد نشر أحمد محرم في الرسالة، وذلك في عام 1928، ميمية رائعة في الدفاع عن فلسطين المنكوبة وعن عروبتها، ويقول أحمد محرم: تلك العروبة جرحها يجري دما، من يمنع الإسلام أن يتألم؟ هذا تراث محمد في قومه، أمسى بأيدي الناهبين مقسما، أثر السيوف عليه والدم حوله حران، يصرخ أين أبطال الحمى؟ أين الأولى ورث الممالك حرة تقضي القضاء على القياصر مضرما؟ إيه فلسطين اصبري أو فاجزعي، وكفى بصبرك في الحوادث مغنما. ظلم اليهود بنيك حين تحكموا، وأرى الأولى باعوك كانوا أظلما. يا ويحهم أفما رأوا من حولهم شعبا أعز من اليهود وأكرما، عقدوا لنا العهد البغيض وإنهم لأضر من عقد العهود فأحكما. وقال محرم في فلسطين، قال ميميته الرائعة أيضا: في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يهتضم، همم الأحرار تحمي وطنا غربيا سيم خسفا وظلم، باعه ذئب لذئب غيلة فهو للذئبين نهب مقتسم، تنزع الأرزاق من أبنائه وتسل الأرض من فرط النهم، أخذتهم للأذى عاصفة هاجها البغي فهبت من أمم، وارتمت هوجاء ما يردعها فاجع الثقل ولا عار اليتم، عصفت ظمأ إلى آجالهم فتردت من شباب وهرم، وأراها من تلظي جوفها تتداعى كالشواظ المحتدم، تتمنى من تباريح الصدى لو يكون الدم كالبحر الخضم. في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يهتضم، فزع القدس وضجت مكة وبكت يثرب من فرط الألم، ومضى الظلم خليا ناعما يسحب البردين من نار ودم، بعثته شهوة وحشية تتلظى مثل أجواف الأطم، ما تبالي إن مضت ويلاتها ما أصابت من شعوب وأمم، أهون الأشياء في شرعتها أمة تمحى وشعب يلتهم، يا فلسطين اصطليها نكبة
هاجها للقوم عهد مضطرم، الجهاد الحق. الجهاد الحق يقضي حقه سؤدد العرب ويحميه العلم. لا تنامي للعوادي، وادأبي واذهبي طامحة في المزدحم. ليس بالمدرك حقا غافل، نام والأحداث يقظى لم تنم. في فؤادي جرحك الدامي، وفي كبدي ما فيك من حزن وهم. كم صريع لك في أشلائه مصرع القربى وأشلاء الرحم. هذه من ميمية أحمد محرم الرائعة في فلسطين. وقال أحمد محرم كذلك في استشهاد محمد سعيد العاصي الشهيد في حرب عام 1936، قال هذه الأبيات: نظم المجد لأبطال الحمى، ونظمت الشعر نارا ودما. بطل بطل أبصرت مجرى دمه في جبين الشرق لما وجما. رفع السيف على هام العدا، أفلا أرفع فيه القلم. هذا من بعض الأبيات التي قالها محمد في محمد سعيد العاصي. وقال محمد أحمد محرم كذلك في فلسطين: تلك العروبة جرحها يجري دما، من يمنع الإسلام أن يتألم. هذا تراث محمد في قومه، أمسى بأيد الناهبين مقسما. أثر السيوف عليه والدم حوله، حران يصرخ أين أبطال الحمى. ورحم الله أحمد محرم. وبهذا أيها السادة تنتهي جولتنا معكم هذه الليلة. نشكركم شكرا جزيلا، وإلى أن نلتقي بكم في جولة أخرى نستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله. كان هذا البرنامج من أعداد موظفي الموجة رقم 2، ومنهم إخراج جميل حطاب، العمل الفني لبدر نهاد، موظفو استوديو قاسم عبد الوهاب، شاهين يوسف، هاجر ماجد، وناصر محمد، الموظفون الفنيون علي حسن شهاب وعبد الله صالح. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بمشاهدة هذا البرنامج.